الحقيقة حاجة حلوة بجد بتشهدها المواقع الأثرية في المحافظات المصرية. مهرجانات موسيقية وغنائية بدأت من معبد دندرة ثم أبيدوس في سوهاج مرورا وكمان صان الحجر. خلال الأيام أو أيام للمرة الأولى هنشوف نجوم الطرب في متحف السويس القومي. عشان نعرف الاستعدادات النهائية للمهرجان معانا على التليفون الأستاذة دينا السيد مدير متحف السويس القومي. صباح الخير عليك يا أستاذة دينا، منورانا وصباح الخير يا مصر. صباح النور، صباح النور على حضراتكم. يعني في البداية كلمينا عن مهرجان السويس الأول للموسيقى والغناء، وإيه هي هتكون أهم فعالياته؟ المهرجان أول مرة بيقام في محافظة السويس، وهدف المبادرة إن هي بتنشر الثقافة العادلة لجميع فئات الشعب، وده تعاون ما بين وزارة الثقافة وما بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة السويس. وهو الهدف من المبادرة تمشيط الأماكن السياحية والترويج ليها، خاصة الأماكن اللي هي في الأقاليم. فده المهرجان الأول اللي بيتعمل في متحف، يعني هو قبل كده اتعمل بس اتعمل في مواقع أثرية، بس المرة دي أول مرة يتعمل في متحف. نعم. إيه الجديد بقى؟ يعني أول مرة يتعمل فعالية بهذا الشكل داخل متحف، يعني كلمينا عن فكرة إقامة الحفل داخل المتحف تحديدا، وإيه اللي هيتم داخل هذا المتحف؟ المهرجان إن شاء الله هيتعمل في الحديقة المتحفية. ده بيبقى يعني انعكاس للرؤية بتاعت نشر الثقافة وتنشيط السياحة والوعي الأثري. نعم. والمتحف بيحكي تاريخ قصة حفر قناة السويس، وفي مجموعة من القطع الأثرية اللي بترجع للعصور الفرعونية والإسلامية والقبطية، وده بيخلي الناس ان هي مش بس تقدر ان هي تزور المتحف عشان تتفرج على اثار. لا، هو ممكن برضو ان هم بييجوا بيتلقوا فنون رفيعه تانية زي الموسيقى العربيه، وده ممثل في النجوم اللي هيبقوا موجودين في دار الاوبرا، وعلى راسهم طبعا فنان هاني شاكر، فنانه نسمة عبد العزيز، الفنانه ريهام عبد الحكيم، ومجموعه من نجوم الاوبرا. طب يعني ايه الاستعدادات بقى اللي بتتم، يعني بعد طبعا الاسامي اللي حضرتك قلتيها اكيد هتبنوا مسرح، هل في اضاءه معينه بتبني، يعني احكي لنا اكتر. احنا عندنا في الحديقه المتحفيه، المكان اللي هي هيبقى فيه المهرجان، في نموذج لمركب حتشبسوت. النموذج دي معموله بالطريقه القديمه. ده هيبقى ديكور المسرح. هيبقى خشبه المسرح خلفيتها المركب، وفي تجهيزات بتتم من دار الاوبرا عشان الديكور يبقى ملائم لطبيعه المتاحف، ويقدر الناس تندمج في الجو الثقافي مع الجو تاريخ الاثار وكده. طيب عاوزين نعرف من حضرتك بقى الفعاليه دي هتستمر لمده كام يوم، وازاي هتنشط السياحه عندكم؟ الفعاليه هتبدا يوم 24 وهتبقى 3 ايام، 24 25 26، هتبقى الساعه 7 مساء. المتحف مفتوح للزياره يوميا من الساعه 9 للساعه 3. زوار المتحف هيقدروا ان هم المكان اللي هم حضروا فيه الحفله بالليل، لا احنا برضو ممكن يجوا الصبح ويقدروا ان هم يتفرجوا على قاعات العرض ويشوفوا المتحف بطريقه مختلفه. ومدينة السويس مش بس موجودة في التاريخ الحديث ان هي كانت رمز المقاومة الشعبية، لا هي موجودة من عصور ما قبل التاريخ، وده اللي ممكن يقدروا ان هم يشوفوه لما يجوا يزوروا المتحف. خليني اسال حضرتك برضو هنا، يعني لان انا يهمني يعني فعاليه بهذا الشكل وهذا الحجم وبتقام لاول مره داخل متحف، يعني نعظم الاستفاده منها باكبر قدر ممكن من خلال تنشيط السياحه، عشان خاطر كل الزوار اللي موجودين، اكيد هيجي زوار من الخارج، فكل الزوار اللي موجودين دول يتعرفوا على تاريخ هذه المدينه الباسله تحديدا، ويشوفوا الاثار اللي موجوده فيها. فهل المتحف هيكون مفتوح مجانا مثلا اثناء هذه الفعاليه، ولا في تذاكر مخفضه، او ازاي هيتم الترويج سياحيا ايضا ليها؟ هو احنا بالفعل عندنا مبادرات كتيره للزياره، في منها فئات بتدخل مجانا، في عندنا ذوي الاحتياجات الخاصه، عندنا الايتام، المدارس الحكوميه، فوق سن ما فوق ال 60،
المحاربين القدماء، أساتذة الجامعة، الفئات دي كلها بتدخل مجانا عادي المتحف. نعم أستاذة دينا، يعني حابين نستغل وجود حضرتك معانا على التليفون دلوقتي وتعرفينا بأهم مقتنيات المتحف. المتحف عندنا بيحكي زي ما قلت لحضراتكم في البداية تاريخ فصل قناة السويس، فعندنا تمثال مهم جدا للملك سنوسرت الثالث، ده من أول ملوك الدولة الوسطى اللي فكر إن هو يعمل قناة تربط ما بين النيل والبحر الأحمر لتنشيط الحركة التجارية، ونقدر إن احنا يبقى فيه حركة استيراد وتصدير، نصدر المنتجات اللي عندنا للبلاد التانية ونستورد المنتجات اللي مش موجودة عندنا نجيبها مصر. ومن أشهر الرحلات البحرية طبعا رحلة الملك حتشبسوت اللي هي متسجلة على جدران المعبد بتاعها في الدير البحري في الأقصر. نعم طيب، عاوزين نعرف برضو من حضرتك حاجة تانية، يعني مدينة السويس تحديدا أو عندكم في طابع خاص ليكم تحديدا في الموسيقى، يمكن الموسيقى مختلفة زي ما بنشوف في محافظة الإسماعيلية مثلا والسويس أكيد بالتأكيد، يعني السمسمية، فهل هيكون في يعني أغنية أو موسيقى تعد تحديدا لهذا اليوم تحيي التراث الخاص ب يعني السمسمية وغيرها من التراث الخاص بهذه المدينة الباسلة؟ بالظبط، هيبقى في موجود فعلا فرقة السمسمية هتبقى موجودة أول يوم، وهيبقى في زي افتتاح بالأغاني التراثية اللي كانت مرتبطة بالتراث السويسي، وهيقدموا الموسيقى الخاصة بيهم والمرتبطة بفرقة السمسمية. طيب احنا بنتكلم على جمهور يمكن أصبح الذوق العام بشكل عام مختلف شوي. النهاردة أنا بأحيي التراث مرة تانية وبرجع قامات، يعني حضرتك اتكلمتي على الأستاذ هاني شاكر وغيرهم من المطربين اللي يعني بيمتعونا بالطرب الأصيل زي ما بنقول، إيه ردود الفعل المتوقعينها من يعني وجود نجوم من دول بيعتلوا المسرح وبيغنوا قدام أطفال وفئات المجتمع المختلفة يعني؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان هو بمجرد ما تم الاعلان عن المهرجان والنجوم بتاعه المهرجان، حقيقي في حماس كبير جدا من الناس في السويس، ومتحمسين جدا ان هم يجوا يحضروا حاجه زي كده. وطبعا كون ان هو دار الاوبرا بدات ان هي تخرج من الشكل اللي هو لا، احنا الحفلات بتبقى ملتزمه في دار الاوبرا بنظام معين، لا هم بداوا يخرجوا للجمهور، فدي شيء لطيف جدا. هي فعلا ضمن مبادره سياده الرئيس حياه كريمه، وهي فعلا دلوقتي بقينا ان احنا يعني احنا حتى في المتاحف بدأنا ان احنا نبسط الامور للجمهور لما بنشرح القطع الاثريه، بحيث ان هو ما يحسوش ان هو في حاجز ما بين الثقافه وما بين الوعي بتاع الشعب. صحيح. فطبعا يعني مع التعاون مع وزاره الثقافه ودار الاوبرا، فدي مبادرة كانت مهمة جدا، ونتمنى ان هي تستمر وتتكرر قريب. اكيد، يعني بنشكرك الاستاذة دينا السيد مدير متحف السويس القومي، وبنتمنى لكم التوفيق في اللي جاي. اكيد يمكن من اجمل الحاجات اللي حصلت هي ترميم المتاحف، لان فتحت ابواب كثيره لفعاليات مهمه وكبيره زي الفعاليه اللي احنا بصدد ان احنا نشوفها، وكمان زي ما انت قلت يا احمد انه اهالي السوهاج والدندره وجميع المحافظات دلوقتي بقت بتشهد فعاليات مهمه بتتفاعل كمان مع ده يعني.